Livre du jour. Livre du jour. Assalamu marhaba bikoum fi rubrique le livre du jour. Kima wadnikoum pendant jma'a hadi alkol, on va présenter des livres qui parlent de l'histoire de la Tunisie. Ou lyoum khtarna lkoum kitab momtaz ismou Farhat Hachid, maqalat sanat 1948 le docteur Al-Asad Al-Wi'r. Talqaw la couverture nta lkitab al l'écran بالنسبه للناس اللي يتفرجوا فينا في اللايف. وخلينا من الاول ساعه نقدموا الكاتب اللي هو الدكتور الأسعد الوعر، وهو دكتور وأستاذ فلسفة التاريخ السياسي بجامعة الراقدة بالقيروان، وقد اشتغل على النصوص وخطابات حشيد فيما يخص المسائل اللي تهم سيادة تونس واستقلالها السياسي، تعليمها واقتصادها، تحرير المرأة والعدالة الاجتماعية. فرحات حشيد زادا خلينا نعملو ان غافريشمون دو ميموار بالنسبة لمستمعينا. فرحات حشيد هو زعيم سياسي ونقابي تونس راحل، الله يرحمه. تولد في العباسية قرقنة عام 1914، لمع نجمه بعد تأسيسه للاتحاد العام التونسي للشغل عام 1946. كان مناضل من أجل استقلال بلاده على الاستعمار الفرنسي، وكان أول كاتب عام للاتحاد العام للعمال التونسي، ويعتبر أحد أهم رجال الحركة الاستقلالية في تونس. وتم اغتياله مالوغوزمون في 5 ديسمبر عام 1952. كان حشيد يعتقد أنه ما فماش تحرير سياسي ولا اجتماعي ولا غيرهم إلا بتحرير العامل من الاستغلال الرأسمالي الشنيع. الكتاب يوفق تاريخيا عدة محطات من تاريخ تونس، وخاصة سنة 1948. صدر مؤخرا الجزء الثاني من كتاب فرحات حشيد مقالات سنة 1948 للدكتور الأسعد الوعر، وهو عصارة السنوات من العمل. يجمع حوالي 120 مقال كتبها الراحل حشيد باللغتين الفرنسية والعربية، وكان قد نشرهم بجراءة صوت العمل، جورنال لا جون تونيزي، تونيس سوسياليست، إيميسيون. أنا تو قاعدة نحكي لكم على الجزء الثاني من الكتاب، وأما الجزء الأولاني راهو تنشر عام 2014، وهو جزء ضم 30 مقال نشرهم الكاتب. تجتمع في الكتاب لأول مرة في تاريخ تونس النصوص الحشدية الكل، وقد قام الكاتب بترجمتها من الفرنسي للعربي. ويذكر اللي الجزء الثالث من نفس الكتاب باش يخرج قريبا، وسيضم مقالات حشيد اللي كتبها سنة 1949. هذه كانت روبريك لو ليفر دو جور بالنسبة لليوم. نتقابلو غدوة على كتاب جديد يحكي على تاريخ تونس العظيم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. الكتاب هذا موجود في المكاتب التونسية، سمو من 15-20 دينار. ننصحكم باش تقراوه، باش تشريوه، ولا تجمو حتى تقراوه اون بي دي اف. هذا كان كتابنا بالنسبة لليوم. نتقابلو غدوة مع كتاب جديد لتاريخ تونس العظيم. شكرا على الاستماع. Livre du jour. Livre du jour.